طيب مهندس احمد، في سؤال الناس برضو بتساله دلوقتي وانا منهم، يعني بعد ما عملنا الحساب على ثريدز في تخوف انه يعني اختراق الحسابات بالفعل هيكون عامل ازاي؟ هل هيخترق حسابي بس ولا هيخترق ملفات على الموبايل ولا في بقى دراما؟ طبعا احنا دخلنا في الدراما والاجنبيه مش الامريكيه بس، صحيح. ومقالات كتير بتتكلم عن اختراق كمان الحياه الشخصيه، صحيح. من خلال الصوت والصوره، الكاميرا والمايك الميكروفون. فثريدز ده هل هو تهديد للحته دي، للاختراقات دي؟ خالص، هو بعيد عن الموضوع ده. المشكله فينا احنا كبشر، احنا ناقصين وعي بطريقه كبيره جدا، وهنا دورنا التقني ان احنا نوعي الناس في حاجه واحده ومهمه. اي ترند او اي ابلكيشن جديد معمول له ضجه لازم تلاقي وراه ناس كتيره بتستغل الاسم ده وتعمل مواقع وهميه. يعني في بدايه انتشار ثريدز كان لسه مش ظاهر في اوائل البحث عند الناس، فالناس ما كانتش عارفه. ابتدوا الهاكرز بالظبط، ابتدوا الهاكرز يقلدوا الموضوع وصفحه فيك جدا، وياخدوا حسابات الانستجرام، وبالفعل متابعين يكلموني اتسرق بينهم حسابات كتيره جدا. وفي نفس الوقت الحسابات الوهميه المنتشره، الابلكيشنز اللي يقول لك مثلا الابلكيشن ده زي ده بيزود لك المتابعين والكلام ده، ما حدش يصدق الموضوع ده تماما. فهي النقطه بتيجي من المدخل اللي هو الترند العالمي ده. بعد كده ان الابليكيشن نفسه، طبعا احنا اول 5 ايام من انتشار الابليكيشن هي اهم 5 ايام موجوده. يعني امبارح حصلت اعطال في ماسنجر وفي انستجرام وتسجيل الدخول بينهم. والاعطال دي برضو ما زالت شويه مستمره الى النهارده، ولكن بيتم حلها، وده شيء متوقع جدا لانه 5 ايام دي اهم 5 ايام في تجربه. ليه اهم 5 ايام؟ حلو جدا، لانه انطلاقه الابلكيشن نفسه بيتم تجربته مع 70 مليون مستخدم ما كانوش عاملين حساب الكلام ده، فطبيعي يحصل ضغط كبير جدا في السيرفر، طبيعي يحصل مثلا مشاكل او ثغرات الناس بتكشفها. يعني الدور الخبير التقني في الموضوع ان هو يجرب الابلكيشن بطريقه غير متوقعه. حضرتك ذكرت ثغرات، يعني احنا في ثغرات في ثريدز؟ طبعا ممكن يكون في ثغره تنزل دلوقتي يكتشفوها دلوقتي، بكره، امبارح، في حاجات كتيره. فاحنا لازم نكون مأمنين نفسنا وبياناتنا بالطريقه الصحيحه اللي محدش يقدر يخش عليها من غير ثغره. طيب قبل ما نسأل حضرتك على الطريقه الافضل ان احنا نأمن بيها بياناتنا وحساباتنا، هنتأكد من حضرتك بس، هل ميزه ولا عيب كون البيانات مرتبطه ببعض ما بين انستغرام وفيسبوك وثريدز حاليا؟ هل ده كده معناه لو حصل اختراق في ثريدز يبقى بياناتي ايضا على فيسبوك او على انستغرام ممكن تكون برضو عرضه للاختراق؟ طيب السؤال ده برضو لازم الناس تعرفه، ممتاز جدا. الميزه كلها ان الحاجات دي كلها مربوطه ببعض، ولكن ده لوحده وده لوحده وده لوحده. النقطه هنا ايه؟ هتبقى عيب كبير جدا لو حطيت الباسورد بتاعك والايميلات بتاعتك واحده في كل حاجه. فالهاكر لو دخل هيدخل هيمشي على كل الاكونتات دي. دايما حضراتكم تقولوا كخبرة كده ان احنا ما ينفعش ان احنا باسورد واحد خالص على كل، والناس للاسف بتستسهل الموضوع والباسورد ما يكونش كده. باسورد واحد ولا ايميل واحد؟ ولا ايميل واحد. وطريقه كتابه الباسورد الصحيحه في تامين الحسابات كلها لازم يكون فيها 5 شروط، اللي هي اكتر من 16 حرف ورمز وكابيتال وسمول وارقام. 5 شروط بقى. طبعا 5 شروط دي لازم تكون موجوده، ولازم تحطوها هنتات في ورقه معينه او هنتات مثلا في المذكره، ما تكتبوهاش كلها مش في الموبايل طبعا. طبعا يعني هنت كده للباسورد تفكرك بالموضوع ده. ولازم نفعل خاصيه اسمها تو فاكتور اوثنتيكيشن، اللي هي اقوى خاصيه في الامان لحد دلوقتي موجوده، اللي هي المصادقة الثنائية عن طريق رقم الموبايل والابليكيشن دي. طبعًا. لازم تتفعل. طيب باشمهندس أحمد، برضو أنا كمستخدم لتويتر إيه اللي هيخليني أروح ثريدز؟ طيب هل هو بديل ولا مكمل؟ لا، هو ولا ده ولا ده. الصراحة هو ده حاجة بنكهة تانية خالص. زي ما احنا قلنا هو منافس فعلا لتويتر، لو دخلتي هتلاقيه يعني 90% زي تويتر. هو حقيقي كده فعلا. ولكن اللي يميزه عن تويتر ان هو أسرع، الكلمات فيه مش بفلوس، مفيش تغريدات مقيدة، ومارك مش هيعمل كده. حتى التوثيق بالعلامة الزرقاء لما عملوا بفلوس مارك زوكربيرج، عملوا للناس اللي عايزة الموضوع ده وللأكاونتات بس مش للصفحات، وبيبان ان حضرتك موثق مشهور ولا موثق بالخدمة بتاعتهم. تمام. وما أجبروش المشاهير يدفعوا زي ما إيلون ماسك عمل. طب في النقطة دي حضرتك بتقول ان هو في 90% تشابه بين التطبيقين، بين تويتر وبين ثريدز. صحيح. يمكن ده الأمر اللي كان بيبني عليه الفكرة
إيلون ماسك مالك تويتر لأن هو يرفع قضية على فعلاً. مارك زوكربيرج. إيه صحة هذا الموضوع وهل ممكن فعلا يتم ولو تم ممكن يتم إلغاء ثريدز ولا بدري قوي إن احنا نعرف لا حاجة زي لا مستحيل طبعا يتلغي الأبليكيشن ده لأن مفيش حقوق ملكية على الأكواد بتاعته حتى لو هيختلف فيها حاجة مش هيقدر يقاضيه ولكن إيلون ماسك عفوا متوقع منه إن هو يرفع قضية أو اثنين وثلاثة وأعيد له لأنه كده كده أصلا هو ده ضخ استثمارات كبيرة جدا وملحقش لسه يلم المبالغ ودخها غلط يعني بصراحة في ناس كتيرة جدا يعني يعتبر الكل مستاء من الموضوع ده والأمر المضحك إن تطبيق ثريدز ترند على تويتر بالضبط يعني ده أمر مضحك بصراحة هو حقيقي ترند بقاله أيام من ساعة ما تم إعلان عنه مارك من ساعة ما كتب على الفيسبوك وهو فعلا ترند. طيب في منافسة كبيرة وصراع كبير بين مارك وإيلون ماسك ده هيأثر إزاي على المنصات المختلفة اللي بينهم لملايين مش ملايين بقى مليارات الناس بتستخدمها؟ والله بداية الصراع أصلا باين النجاح لمين لحد دلوقتي يعني مارك كتب في ثريد انه كتب انه امبارح بالظبط انه احنا تعدينا 70 مليون مستخدم وده فوق توقعاتنا اصلا فبيتفاخر بده. التاني برضو بيكتب حاجات من تحت لتحت وقال انه هو هيعمل قضية فبالتالي الصراع اللي نازل بينهم ده بيخلي تفاعل اكتر على المنصات فبالتالي التفاعل دلوقتي والترند دلوقتي على تطبيق ثريد. فثريدز طبعا هو ماشي بطريق صحيح جدا وحركة ذكية الناس عندها فضول يعني مليار مثلا مستخدم على انستجرام سهولة التنقل من هنا لهنا فالناس عندها فضول فهو جلب الموضوع ده عن طريق فضول الناس وعن طريق الخدمات اللي عملها وعن طريق الشمولية المجانية اللي موجودة في الابليكيشن فبالتالي الفضول أدى إلى 70 و500 و100 والتسويق برضو التسويق الذكي من مارك تسويق عكسي يعتبر هو ما صرفش أي حاجة غير إن هو عمل استراتيجية صحيحة في انتشار الموضوع واستغل وقوع إيلون ماسك في كيوت التغريدات فبالتالي انتشر التطبيق بالطريقة دي. طيب في نقطة هنا كان انتشار خلينا نقول جغرافي شوية بعض الدول بتلاقي المواطنين فيها بيفضلوا تطبيق فيسبوك مثلا في دولة أخرى بيفضلوا تطبيق تويتر أغلب الناس عندها هذا الابليكيشن أو هذا التطبيق دول أخرى انستجرام وهكذا. هل الموضوع ده ليه علاقة بأن هو لازم كان يبقى في تطبيق زي تويتر نتحدث دلوقتي عن ثريد بالنسبه للميتا عشان تقدر ان هي تكون منافسه على كل الاصعده؟ هو ممكن صح سؤال حضرتك فعلا يكون كده بالطريق الصحيح انه فعلا ميتا كانت لازم تعمل حاجه منافسه مثلا عشان خاطر الموضوع ده ولكن لو عملتها من ايام جاك دورسي اللي هو مؤسس تويتر السابق ما كانتش هتنجح بالمنظر ده خالص. ليه؟ لأنه كان تويتر بيتطور مع مؤسس برضو وفاهم يعني إيه إدارة منصات التواصل الاجتماعي وبالأخص لو ذكرنا جاك دورسي هو عامل أبليكيشن ممكن يكسر الدنيا وممكن يحط ميتا على جنب وتويتر على جنب. إيه هو الأبليكيشن سريعا كده؟ اسمه بلو سكاي. الأبليكيشن مبني على تقنية البلوك تشين وهي أقوى تقنية لحد دلوقتي موجودة في التأمين والتشفير بالضبط كده وعامل خاصية اسمها AT بروتوكول. ايتي بروتوكول دي يعني ايه حضرتك؟ يعني دلوقتي لو عند حضرتك حساب على فيسبوك في متابعين وفي صور تحته وفيديوهات وتاريخ كبير جدا الحساب ده لو حضرتك نقلته من فيسبوك الانستجرام ينفع بمتابعين وبحاجات مستحيل. لا طبعا مستحيل. اللي هيتنقل فقط اليوزر ان لقيته متاح اصلا بالزبط. ولكن في بلو سكاي في تقنيه الايتي بروتوكول بتتيح للمستخدم نقل حسابك بكامل معلوماته وبكامل بياناته لمنصة تانية أخرى غريبة بتستخدم نفس البروتوكول ده في دي الجيل الجديد من تقنية البلوك تشين مع منصات التواصل الاجتماعي. احنا كنا في زمن الويب 2 دلوقتي احنا في زمن حاجة اسمها الويب 3 اللي هي تقنيات البلوك تشين والميتافيرس ودي وده لازم الناس اجباري تعرفه بدل ما تخش فيه مره واحده هنروح له هنروح له طبعا لازم نشرحه طبعا عايز له حلقات نشرح يعني ايه الويب 3 يعني ايه الويب 2 اللي كنا فيه ايه الفرق بينهم فهي دي النقطه الفيصل بين طريقه الاند يوزر وطريقه المنصات الجديده اللي موجوده.